تمارين عبارة عن نشاط، صفحة 173 من كتاب الرياضيات لتلاميذ السنة الثامنة من التعليم الأساسي. ماذا يقول هذا التمارين؟ انقل الشكل F على كراسك باستعمال ورقة شفاف. لاحظ أن مناظرة النقطة B بالنسبة إلى O هي النقطة G التي تنتمي إلى F. قوموا بملاحظة اللي نقطة B، وين هذه نقطة B مناظرتها بالنسبة إلى O. استعمال المسطرة فقط لأنها دائرة. لاحظوا اللي هي مناظرتها هي النقطة G. سؤال B، هل أنا نفس الملاحظة؟ هل أنا نفس الملاحظة تنطبق على النقاط الأخرى ومناظرتها بالنسبة إلى O؟ نقوم بملاحظة النقطة C مناظرتها هي النقطة D. نعم، مناظرة C هي D. إذن B نشاط، عدد نشاط مناظرة النقطة B هي G، ومناظرة النقطة C هي D. مناظرة النقطة E تو، مناظرة النقطة E، مناظرة النقطة E هي E، وكذلك مناظرة النقطة E هي E. مناظرة النقطة E هي E كالعادة بالنسبة إلى O، بالنسبة إلى O. مناظرة النقطة K، لاحظوا لي مناظرة النقطة K هي H. K لا تنتمي إلى الدائرة و H أيضا لا تنتمي إلى الدائرة. مناظرة النقطة K هي H بالنسبة إلى النقطة O. مناظرة النقطة G ما عنديش مناظرة، النقطة G كانت عندها مناظرة راهي موجودة في النقطة هذه G. عين نقاط أخرى على F، على الدائرة F، الدائرة F نقصد بها هذه الدائرة F، وابني مناظراتها بالنسبة إلى O. نعين مثلا عنا النقطة G، عنا النقطة G نقوم بتعيين مناظرتها، هذه هي النقطة G أولي، مناظرة النقطة G. نقوم على سبيل المثال بتعيين نقطة أخرى سموها S، نقوم بتحديد مناظرتها، مناظرتها باش تكون لهنا S أول. ماذا تستنتج؟ ماذا نستنتج؟ أن أي نقطة من الدائرة مناظرتها باش تكون على الدائرة، وأي نقطة ماهيش على الدائرة باش تكون ماهيش على الدائرة. طبعا نستنتج أو نلاحظ، نستنتج عفوا دار، نستنتج أن أي نقطة تنتمي إلى الدائرة من الدائرة، دائرة F، مناظرتها تنتمي أيضا إلى الدائرة F، والعكس صحيح، أي أن أي نقطة ليست على الدائرة F مناظرتها هي أيضا ليست على الدائرة F.